نخوة قبائل شهران العريضة وقبائل العواشز بني بجاد شهران لطلب العفو عن السجين خزام بن عايض البجاد الشهراني. كلمات الشاعر سعد بن رمثة. أداء صوت شهران ناصر بن رمثة. يلا يا عالم الغاب وما بين الأمر عسالك دلنا يا الله يا ذا الجلال ودنا يا عظيم الشان بكل شان بعدها يا صلاتي عد ما شاء عن بالمصطفى شفيعك البرية اللهم نصلي ونسلم عليه الذي هيض الشعر وهذا الشعر موقفي ينتهي لك الراس والمقادير بين ايامنا والليالي ما عاد يضمن الدنيا ودوراتها يا وعظة ترى الدنيا متاع الغرور ما بقى للجميل الله يجمل وانت ولا الفعل الأول والحمايا وانت واجمالها لا ذك لا تحملها عسى عطيتهم بين الرجال مخبر كسبهم وفين قبل الشعر والفتن والبلاوي من عصر الصحابة ما عاد سلم من الدنيا ونكبتها يا عضايا ولد فلح طويل الشبر وجهك وجهك انت ابوك يا سعيد ابن عوضه قام دمي يا ابن ثمر يا فكاك النشاب الطلايب كان بفزعة ذا يومها يا سعيد شهران العريضة غايبها ترخف الأحوال أدعظ حميد السجايا والقبائل من شمال مملكة للجنوب يا بني بجانب